السلام عليكم، صباح الخير، معكم كابتن رامي. اليوم في الصباح هذا الجميل راح نتكلم عن وجبة غذائي صحي ممكن نعملها واحنا رايحين على الدوام، مثل انا الحين رايح على الدوام. فعبارة عن وجبة اسمها سبايرولين، هذا وجبة السبايرو او وجبة اسمها وجبة الشفاء، عبارة عن خليط من الحبوب مع طحالب بحرية اسمها سبايرولينا، مفيد جدا من شركة ايدمارك العالمية. الكيس هذا بيجي عبارة بتيجي مثل هيك علبة سبايرولينا، عبارة عن زي مثل الشوربة او مثل السيرل او مثل زي مثل الكورنفليكس او بالطريقة هذه. الكيس جدا استخدامه جدا سهل، ممكن تاخذ على الدوام، انفتح بالطريقة هذه. تمام، هاي مكوناته، بتنحط في الكوب بالطريقة هذه، نضيف عليها الماء السخنة، فبتصير وجبة إفطار رائعة جدا. ممكن كمان نضيف عليها، طبعا طعمها طيب مش محتاج سكر، بتتحرك وبتنشرب كويس جدا، لأنه فيها الطحالب البحرية جدا مفيدة، لأنه بتعطي وسط قلوي في المعدة، فكويس للناس اللي عندها حموضة، اللي عندها مثلا مشاكل صحية أو قرح أو تقرحات. كمان الناس اللي مش فاضية بتحتاج تاكل مثلا وجبات دسمة جدا، فهي مثلا وجبة مثلا زي الشوربة، مثلا تعتبر شوربة فيها شوفان، فيها شعير، فيها أرز كامل، فيها حكينا السبايرولينا، سكر فواكه، سكر طبيعي. تمام، جاهز، ممكن واحد يشربها بالطريقة هذه يعني بالمعلقة، وممكن بال يعني شرب. كمان ممكن نضيف عليها اللي هو مشروب الكوكولاجين، هو عبارة عن الهوت شوكليت الخاص فينا من شركة ايدمارك، مشروب رائع جدا مع كوكو يعني اللي هو الشوكولاتة، مع بروتين الكولاجين. اللي هو الكولاجين هو البروتين الطبيعي اللي هو موجود جوا جسمنا، اللي هو مسؤول عن شد الأنسجة، الأربطة، الجلد، غضاريف الجسم. فنقصه في الجسم بيعمل مشاكل، بصير تجاعيد، بصير مشاكل بشرة، بصير وجع مفاصل وأربطة. فاحنا هون طبعا كولاجين طبيعي برضه من الطحالب البحرية، فكوجبة يعني ممكن تعتبر كمشروب الهوت شوكليت صحي رائع جدا، وممكن نضيفها مثلا مع السبايروليل او تستخدم مثلا لحالها. هذا مثلا مشروب الكولاجين او الكوكولاجين، هو الهوت شوكليت خفيف على المعدة، سكره متوازن يعني لا هو زيادة ولا ناقص، بحيث لو واحد حب يضيف شوية سكر او يحط مع مثلا مع عسل، ممكن كمان يضيفه مع حليب، فبصير وجبة رائعة جدا خاصة للأطفال، أو ممكن تشرب لحاله من الأوريدي في حليب. تمام، إحنا راح نستخدم شوي منه، راح نحط مع وجبة السبايرولينا، فبصير وجبة رائعة جدا. من وين بنفتح هذا؟ راح نستخدم من هون بالطريقة هذه. ممكن أضيف شوي، مش شرط أكثر، طعمه جدا روعة. هيك بالتالي بصير عندنا وجبة رائعة جدا من الحبوب الكاملة مع طحالب السبايرولينا، هو جدا جدا مفيد، في كثير فوائد. منظمة الصحة العالمية بيستخدموه حتى في برامج جلدية خاصة عند الناس اللي عندها المجاعات أو الناس عندها سوء تغذية، بيستخدموا السبايرولينا في منتجاتهم. وطبعا الكوكولاجين أو الشوكليت مفيد جدا للصبايا، للكبار، للصغار، للشباب، لأنه بيعمل عملية ترميم للمفاصل، كمان ترميم للبشرة، شد البشرة، بيعطي انتفاخ في الوش بدل ما ياخذوا مثلا، روح الناس على الصالونات ياخذوا ابر بوتكس وهذه البلاوي، الكولاجين كابر، لا هذا مشروب رائع جدا للاطفال، للكبار، للصغار، الناس اللي عنده وجع ركب، وجع مفاصل برضه كثير كمان مفيد لهم. هاي هي وجبتنا الصباحية، احنا ننصح فيها. تمام، فمن اروع الوجبات وخفيفة جدا. وصح وعفو عليكم، للطلب تتواصل معي كابتن رامي ابو عيدي على 0971 55 526 4879. منتج هذا متوفر في الإمارات، متوفر في الأردن طبعا حسب الطلب، متوفر في أكثر من 30 دولة في العالم. فأهلا وسهلا فيكم كزبائن، كمسوقين، وكان معكم كابتن رامي. السلام عليكم.